سيادة الرئيس وجه امبارح بعدد من الرسائل المهمة خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واللي بيستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، وده طبعا من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. صباح الخير عليك لكل مشاهديني. دكتورة، يعني الهدف من مشروع تنمية الأسرة المصرية؟ في الحقيقة هو المشروع، ويمكن ما ذكرتيه أن الرئيس أذكر هذا في مؤتمر الأمس. في الحقيقة فخامة الرئيس دائما بيبقى أقرب إلى الشارع وأقرب إلى الواقع بشكل كبير جدا. المشروع هو مشروع قومي متكامل في الحقيقة، هو بيؤدي في النهاية إلى معالجة مهمة جدا، وهي معالجة الزيادة السكانية. مشكلة السكانية ما هيش بس مشكلة في الزيادة، ولكن هي مشكلة أيضا في الخصائص السكانية وفي التوزيع الجغرافي فعلا، لأن هي مشكلة بنقولها دايما ذات ثلاث أضلاع متكاملة. لو كنا بنشتغل في الفترة الماضية في الجمهورية الجديدة بوضعها الجديد في تنمية الطرق والكباري والمدن الجديدة، فدي إحدى الأضلاع المشكلة السكانية، إن إحنا بنوزع السكان مرة أخرى، ودي مهمة للغاية إن إحنا نخلخل الدلتا ونوزع السكان، دي خطوة جيدة جدا. ثم أيضا تطرق الرئيس للجزء الثاني وهو الزيادة السكانية، وزي ما شفتي بالأمس يمكن كانت مشكلة الزيادة السكانية هي مشكلة متفاقمة، لدينا 2.5 مليون نسمة تقريبا بنزيدهم كل سنة، فالموضوع فعلا في تفاقم غير طبيعي بيلتهم أي تنمية موجودة على الأرض، دي أكيد. لكن الأهم من كل ده هي الخصائص السكانية بقى، نحن نشتغل على التعليم، نشتغل على الصحة، نشتغل على الفروع الأخرى عشان يكون في توعية بهذه المشكلة السكانية. تنمية الأسرة المصرية وبرنامج امبارح في الحقيقة مهم جدا، لأنه بيدعم هذه الفكرة وبيدعم أيضا فكرة إن احنا ننمي الإنسان المصري ونحسن من جودة حياة الإنسان المصري بشكل جدي وفعال، لاستكمال ما بدأناه من البداية لتنمية وبداية جديدة للجمهورية الجديدة الحقيقية. الخطوة مهمة جدا وكلها تدعيم لهذه الفكرة، لكن بيهمنا أيضا أن احنا نستكمل هذه المسيرة بالدعم الاقتصادي الجاد في الفترة القادمة لتشغيل الشباب، لتدعيم نسبة وتقليل نسبة البطالة، لاستكمال على أكثر من مستوى، شغالين على أكثر من مستوى في نفس الوقت، وده فعلا موجود على أرض الواقع. لما بنشوف كمية المباني الجديدة والمشروعات القومية الكبيرة، لما بنشوف حتى المصارحة بالأمس والمكشفة من فخامة الرئيس بأنه هو يعني بلاش إن احنا نحاول نغشش ولادنا ونقول إن احنا عايزين نشغلهم، يعني في الحقيقة هي مكشفة واضحة للمجتمع المصري بشكل قوي لدعم وتنمية الموارد البشرية والثروة البشرية الموجودة على الأرض. إحنا لدينا تفضلي يا دكتور. لدينا ثروة بشرية قومية كبيرة جدا يجب استغلالها، ولكن استغلالها بالاستغلال الأمثل. يعني ناس كثيرة جدا كانت بتتكلم عن إن الصين فيها أعداد مليار ودي ثروة بشرية أدت. إحنا ده أملنا في المستقبل، إن إحنا نحول هذه الثروة البشرية إلى فعلا قوة بشرية حقيقية بتؤدي في الآخر للعمل والإنتاج على الأرض الواقع. صحيح، وده مش هيتحقق غير لو أصبحنا دولة مصنعة ودولة منتجة. ويمكن كان لسه معانا دكتور هشام، دكتور الاقتصاد في جامعة القاهرة، كان بيتكلم إن معطيات الصين مختلفة تماما عن مصر. مازال حتى هذه اللحظة المواطن المصري هو مواطن استهلاكي وليس مواطن يعني مصنع لما يستهلك في المقام الأول. لكن هنرجع للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي تم الإعلان عنه بالأمس. حضرتك شايفة المشروع ده
هينعكس ازاي على حياة الأسرة المصرية او الأسر المصرية ككل، في حين ان كان عندنا برضو في الماضي وما زال موجود كنا بنتكلم على عام التعليم، عام بناء الإنسان، وفي الحقيقة برضو مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية بيعتبر جزء من أجزاء بناء الإنسان، لكن على سكيل أو على دايرة أوسع وهي الأسرة ككل. المشروع القومي لبناء الإنسان هو مين لي هو متخصص في الخصائص السكانية، وإحنا لو اتكلمنا على إن إحنا ننمي قدرات الخصائص السكانية عشان نقدر نقضي في النهاية على المشكلة السكانية. الخصائص السكانية مهمة جدا، لأن إحنا بنتكلم على تعليم فني جيد، على إن إحنا نغير ثقافة المجتمع لثقافة العمل الحر، دي مهمة للغاية، إن إحنا التشغيل والتشغيل من أجل الإنتاج ونقص الواردات، دي أيضا نقطة في غاية الأهمية، إن إحنا نبقى مجتمع يعمل على ويحافظ على العمل وثقافة العمل والإنتاج لفترات القادمة لاستكمال مسيرة إحنا كلنا قمنا بيها وشفناها، وانتقال ما كناش نحلم بيه في حياتنا لفترات كثيرة جدا، يمكن من الخمسينيات والستينيات أن تكون مصر بهذا الوضع والنمو الاقتصادي اللي في مرحلة أساسا النمو الاقتصادي فيها متدني جدا على مستوى العالم. إحنا من الدول الرائدة في النمو الاقتصادي في الفترة دي، ويمكن قفزنا قفزات فعلا حقيقية، وده مش بشهادة داخلية ولكن بشهادات الدولية المختلفة. إذا كنا بنتكلم يمكن السبب في ده التخطيط، يعني في تخطيط جيد، في رؤية وخطة موضوعة قصيرة المدى وطويلة المدى، وفي تضافر لكل جهات ومؤسسات الدولة أيضا. ده حقيقي، ويمكن بس مش التخطيط والتنفيذ أيضا، لدينا تنفيذ على أرض الواقع. صحيح. فعلا قوي للغاية، فعلا في قفزات، مش بس احنا يعني يمكن ياريت المجتمع نفسه والمواطنين بما فيهم نحن جميعا يعني نحس بمدى هذه القفزات اللي موجودة. صحيح. لكن ما يحدث في التنمية الاقتصادية الآن ان شريحة كبيرة جدا في المجتمع مش قادر يحس بيها، ليه؟ لان فعلا معدلات التنمية أقل بكثير جدا عن الزيادة السكانية، ويجب أن يكون علميا هو أن معدلات التنمية يجب أن تكون 3 أضعاف معدلات النمو السكاني. مزبوط. ودي بشكل علمي بحت، فمش هنقدر نحس بالتنمية الحقيقية اللي كل العالم رصدها بالنسبة لنا أن المجتمع المصري يحس بيها داخليا بشكل مباشر وملحوظ، ويتم استرداد ده على المواطن المصري بشكل هو ملاحظه بشكل قوي، إلا إذا كانت معدلات النمو الاقتصادي أقل بكثير من هذه المعدلات. لو إحنا بنوصل ل 2.5 مليون سنوية نسمة سنويا، يعني تقريبا بنزيد دولة مصغرة كل سنة، المعدلات دي يجب أن تكون فيها فعلا أن تنقص بشكل مباشر حتى تصل إلى 400,000، عشان نقدر نقول إن سنويا، عشان نقدر نقول إن في فعلا إحساس من المواطن المصري بالتنمية الاقتصادية. أكيد. ومردود ده على الوضع الاقتصادي للأسرة المصرية، بمردود ده على نسب التشغيل ونقص نسبة البطالة على الإنتاج المصري. لأن طب دكتورة، أنا عايزة أخد من كلام حضرتك بخصوص التشغيل ونسب البطالة ومثل هذه الأشياء. إحنا متعودين مع رؤية سيادة الرئيس في 7 سنوات الماضية إيجاد حلول بديلة سريعة، ما بنستناش إن احنا نشوف حلول على فترات طويلة. يمكن واحد من الحلول في الفترة دي قد يكون احنا بعد ما شفنا الاستثمارات الكبيرة اللي تم ضخها في الفترة الأخيرة والتنمية اللي حصلت لمختلف المحافظات، مش بس بنتكلم في المحافظات الرئيسية أو في المدن الكبيرة، هل إعادة توزيع السكان وتوفير فرص عمل في أماكن يعني قد تكون بتشكو من قلة السكان، واحنا عندنا أماكن كتير في مصر بالمنظر ده، هل ده ممكن يساعدنا في تحجيم هذه المشكلة وإعادة توزيع يعني نسب الدخل؟ ده حقيقي فعلا، طبعا لازم هيساعدنا بشكل كبير جدا.
ولكن أيضا هو في جزء أيضا يجب أن يكون مع هذا الجزء، إذا كان فخامة الرئيس بيتكلم على رؤية جديدة للمجتمع المصري وإعادة وتحسين جودة حياة المواطن المصري، لكن أيضا يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التشريع. يعني إحنا كمؤسسة تشريعية لدينا أيضا جزء مهم جدا، وهو أن إحنا نعيد صياغة البيئة التشريعية لمساعدة المجتمع المصري على النهوض في المرحلة القادمة. يمكن أنا كنت من الناس المقدمة قانون مجلس قومي للسكان، مشروع القانون ده في الحقيقة تم مناقشته في اللجان المختلفة وتم الانتهاء منه، وبأمل إن شاء الله مع هذا الدعم وهذه الرؤية الجديدة أن فعلا ينزل للمناقشة العامة داخل الجلسة العامة، ويكون هناك أيضا تشريع يساعد على النهوض بالمشكلة السكانية ودعم المنظومة ودعم جودة حياة المواطن المصري. إحنا بنتكلم على أن فعلا الإنتاج هيساعد طبعا بالتأكيد، لأنه هيزيل من أو ينقص من نسبة البطالة، هيعمل تشغيل للشباب بنسبة كبيرة جدا، وخاصة ونحن لدينا مشروع قومي مهم للغاية وهو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل المباشر للشباب. شكرا، وصلت النقطة ووضحت بشدة. كل الشكر ليكي الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.